مشاهدينا وصلنا لاخر فقراتنا النهارده، ودلوقتي معانا فنان جميل، صوت جميل، اغاني جميله علقت معانا جدا طبعا من اول ما سمعناها. تاريخ كبير من النجاحات من اول البوم يا واد يا واد في 2001. طبعا عرفتوا مين ضيفنا، هو النجم الكبير المطرب طارق عبد الحليم. صباح الخير صباح وكل الكل. سنه وحضرتك كل طيب. سنه وانتم طيبين وعيد ربيع سعيد عليكم. وحشتنا يا طارق. ربي يخليك. كل سنه وانت طيب. ربنا يحفظك. وانا فاكره لما استضفتك في 2001. أيوة. وكان الالبوم لسه موجود، كنا أيوة. بنقول طارق عبد الحليم هو خليفه حكيم في الملاعب، للشاب الحليوه اللي عينيه ملونه، اللي صوته حلو، اللي بيغني الشعبي المودرن ده. وحصل بعد كده فتره اختفاء، ايه اللي حصل؟ مش اختفاء، انا باخد في يعني ما بين الالبوم والالبوم فتره كبيره. ما بحبش انزل بحاجات كتير، مع انها متوفر لي، ان انا ممكن في الشركه انتج ونزل اغاني. ايوه. بس انا بحس انها في الاخر يعني مش هيبقى كاب اغاني ليا كتير، على قد ما هو هيبقى حاجه ضدي. انا هنزل اي حاجه، حاجه مش تعجب الناس، حاجه لو حاجه مش تعملها وانت متمكن منها وعايزها تماما مش هتعملها. انا ده طبعي كمان. يعني لو حاجه مش عايزها وما بحبهاش ما اعملهاش. طبعا مع احداث 2011 الفن كله اتصاب، يعني مش بقى طبعا بتاع سنتين ثلاثه سنتين ثلاثه وقفنا. والرجوع كان برضو على استحياء، يعني كل واحد كان الواحد ظروف البلد اهم بالنسبه له وما الى ذلك. وكان في حالة عدم استقرار، فالسوق مش باين ملامحه رايحة فين انتاجيا بقى وكل حاجة. صحيح. وحتى في الشغل في اللايف وما إلى ذلك. كان الموضوع صعب. ايه الألبوم أو الأغنية اللي كانت نقلة في حياة طارق؟ والله أنا عندي كذا نقلة. أنا عندي يا واد يا واد طبعا كانت بداية البداية يعني. وبعد كده هوت يا شراني كانت البطاقة الثانية. وبعد كده هوت كان عندي راح وجي. وبعد كده انا طارق، يا اللي هي اهدى اهدى وقشطه واخر العنقود بقى احدث حاجه. وعلى قد ما يعني انت نقدر نقول مقل في اعمالك، بس فعلا انت كل اغنيه عاملها معلمه مع الناس. يعني كل اغنيه انت قلتها دلوقتي انا فاكراها يعني. الحمد لله. فعايزين بقى يعني مش عايزين نضيع وقتنا في الكلام كتير. يلا بينا. ويلا نسمع قشطه. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب. خير دايما.
عسل شارب والرموش حارب قشطتين قشطة. الخط الشعبي او اللون الشعبي ليه اخترت ان انت تتخصص فيه؟ بص يا مها، انا اصلا من منطقه شعبيه في بولاق، انا من بولاق والعلا، فمن بولاق قعدت حياتي كلها وطفولتي كلها بسمع شعبي هنا وهنا وهنا، فهو ده اللي يعني اتشبع جوايا، مع اني دخلت وخرجت بره بولاق ودخلت الجامعه بس برضو لما بترجعي تاني الحياه الشعبيه دي احلى حياه في الدنيا، خلي بالك. أيوة. حتى لما خرجت بقى الواحد كبر وبقيت بره المنطقه دي خالص، ولاد البلد والحاجات دي مش بتتلاقى غير في مناطق ما بتتعوضش بجد والله. ف اتربيت على الغنى الشعبي، لقيت نفسي في الشركه، حتى هم كانوا عايزيني ما اغنيش شعبي اصلا، اغني ستايل وبتاع والدنيا جميله وحب. قلت لهم لا ما ماشي، بس انا حاسس ان انا مش هقدر ابدع غير في ده. ما عجبهمش الكلام في الاول، وقفنا ولا هتغني ستايل، هم طبعا كانوا ادرى. لحد ما طارق مدكور بقى خدني قال لي بقى سيبك منهم هنشتغل لوحدنا. يعني طارق مدكور لحقك قبل ما تبتدي تغني ستايل؟ يعني ما جربتش اصلا تجربه الستايل كنت خالص؟ لا خالص. مين اتاثرت بيه من المطربين الشعبيين خلال الموضوع في وجدانك قوي لدرجه ان انت مش بس متاثر بالحياه الشعبيه اللي عشتها، انت متاثر كمان بالمزيكا الشعبي؟ لا انا كنت بسمع كله بقى، عدويه، عزبي، عباس حموده، حسن الاسمر، يعني كل عمالقه الغناء الشعبي. طبعا لو عايزين نسمع حاجه لايف يا واد يا واد تقولها لنا لايف يا ريت. يا واد يا واد علي جرالي، يا واد تيرارارا، يا واد يا واد الليل سهرته، يا واد تيرارا، حلو التقطيع حلو مسمسم ولا ميت رسام، حلو التقطيع ولا ميت رسام، تيتا تيتا درموشك شبكوني وعيونك سحروني وفي ثانية نسوني، أنا اسمي إيه 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 إيه، إيه يا واد يا واد علي جرالي، يا واد تيرارارن، يا واد يا واد الليل سهرته، يا واد دي من الاغاني اللي اتصورت فيديو كليب. اول اغنيه ليا صورتها في حياتي كانت اخراج جميل جميل مغازي. كان في صعوبات اكيد قابلتك وطبعا لحن حمدي صديق وكلمات محمد خليل وتوزيع طارق مدكور. ذكرياتك ايه عن كواليس تصوير الكليب ده؟ الكليب ده انا بحبه. اول كليب في حياتي، اول مره اقف قدام كاميرا. وجميل مغازي انا طبعا بحييه وبقول له كل سنه وانت طيب، من اول المخرجين اللي وقفت معاهم قدام كاميرا بصراحه. يعني فشفك مني رهبه الكاميرا دي، الخوف. وكان معايا ساعتها مراتي اللي هي كانت يعني خطيبتي ساعتها بقى دلوقتي مدام، كانت معايا في التصوير وما كنتش عارف اصور خالص. كنت واول مره اصور كنت مكسوف منها تغلط او حاجه ولا وفي موديل وحرقص وهعمل وشغال والكاميرا اهي وانا كده وهي واقفه. ايوه عمال بقى يا واد يا واد مش عاجبني العروسه هتطفش كده وهتزعل اي حاجه، احنا داخلين حلو كده انا من بعيد اهو حضرتك انا بشتغل ده شغل عايزه اوصلها، وكان برده ما عندهاش الخبره اللي هي لسه المجال جديد عليها. واصلا انتوا الاثنين جداد على الموضوع، على الموضوع يعني انت نفسك انت الموضوع اول مره يعني مش متعوده. يعني انا زمان وقفت قدام وقفت ورا الكاميرات كتير جدا جدا مع مطربين كتير، لكن انا كطارق اول مره قدام كاميرا. بس هي كانت لطيفه، كانت متفهمه ولا اتخانقتوا بعد التصوير؟ جدا جدا جدا، لا ما اتخانقناش ولا حاجه. هي تفهمت وده برضو اداني ثقه في حياتي. طبعا انا في وقفت كل جنبك وعرفت ان هي تسندك وتخليك تتقدم. لا المدام بتاعتي احنا بنحييها من هنا بنقول لها كل سنه وهي طيبه وجميله كل سنة طيبة زي ما هي كده دايما يا رب، ومالك وبقول لهم كل سنه طيبين ربنا يحفظهم. لا وقفت معايا وده شيء فادني صح.
صح ان هي تتفهم، مجرد ان هي تتفهم طبيعة شغلها وتشوف قد ايه بنتعب. خلي بالك في ناس بتفتكر ان الموضوع التصوير او او سهل. او برنامج او ابتدى الناس قاعده في خالص. طب انت يعني تطرقت بقى لنقطه مهمه جدا وهي. اللي بتتجوز من فنان او لعيب كوره لا دي بتبقى عايزه مواصفات خاصه قوي، زي زي دايما لما بنقول ايه اللي بتتجوز مثلا ضابط شرطه او ضابط جيش، اللي هو الشغل اللي فعلا بيتطلب ان انت ممكن تبعد وما تبقاش موجود وما تعرفش تتكلم وما تعرفش صح. فانه اصلا ليه معجبين بقى معجبات كتير جدا، خصوصا بقى التحديات فعلا في شغلك كتير، انت لازم يكون في معجبات في حفلات فبتتاخر في ساعات استوديو ممكن تباتوا عشان تقعدوا تسجلوا يعني المفروض الزوجه بقى اللي تتجوز من فنان دي تكون ايه يعني، تكون مواصفاتها ايه؟ لان الموضوع صعب. هي مش مواصفات، هي ترمي حمولها على ربنا. سلم امرها لله، تفوض امرها لله، تفوض امرها لله. اللي هي بص هو اختيار. انت هتتجوزي لاعب كوره، هتتجوزي مطرب، هتتجوزي فنان، ايا كان في مجال في شبهه ان هو يقعد بره البيت كتير، لازم تكوني انت على درايه بذلك وعندك القناعه ده. عندك القناعه ده، وما ينفعش بقى نتصل كل شويه بقى عشان ده صداع برضو. انت لا راجل، هقول لك حاجه، هقول لك حاجه، لازم ده يحصل. لان الست اللي تقول تمام، الستات بتدي بعض خبرات غريبه ان هي ما بتعملهاش. انت اوعى تتصل بجوزك كتير وتضايقيه وبتاع، تقوم هي تتصل اصلا، تعرفي ان دي اللي بتتصل كل دي بقى دي بتزنن. طب بس دي بتبقى حاجه مزعجه ولا حاجه انت بتبقى متفهمها بقى؟ يعني انا كمان بره البيت برضه بتختلف من شخص. انا كطارق بتفهمها يعني برضه هي بورصه، واعتقد ليها ليميت معين، ليها حد كده، ليها حق كمان. طبعا هي ليها حق، يعني انا بشوف الدنيا قدامي عامله ازاي وبقول طب هي من حقها برضه تغير، ما بتكون معايا في الشارع الناس بتسلم. أيوة المعجبات بقى اكيد يعني الحمد لله حب الناس ده بالدنيا وده نعمه. هي دلوقتي ابتدت تقدره، فاهم قصدي؟ بعد اغنيه كليبين ثلاثه اربعه وتعودت على ده، فبالنسبه لها عادي. لكن في الاول ما اقدرش اقول لك ان في الاول كانت طبيعيه. بس ده انا عايز اقول لك ده لو كليبين وثلاثه واربعه وابتدت تستوعب، ده هي استوعبت بسرعه. لا كان ممكن تبقى فيه واحده ما بتستوعبش خالص يعني. دي حد الله، دي ما تنفعش. دي ما تستمرش. مش يعني هتاثر عليه هو بفشل. ايوه هتخليه هو يا اما يلجا ان هو ينفض لها من دماغه خالص، وده برده هيبقى فشل. بيت هيبقى فاشل. صح، هو اهم صح حاجه البيت. صح طبعا. يعني انا هقول لك حاجه، انا على قد ده كله والشغل و انا بيتوتي جدا. ايوه. يعني عندي جمانه ومالك والمدام دول عندي حياتي، ربنا يحفظهم. ونيم يعني منين ما اكون فاضي تبقى معاهم على طول عشان اعوض الفترات الكبيره. الصيف كله انا مش معاهم. وبعدين في حاجه تانية، احنا كل المواسم احنا مش معاهم. ايوه يعني صح. من نسيب انا من الصبحيه بره. صح. يعني اخلص البرنامج معاكم بعد كده ابدا حفلاتي. صحيح. الاعياد، العيد الكبير، العيد الصغير، رمضان، ثلاث ارباع الوقت فيها. انا مش موجود. او الحفلات. اقول لها كده احنا راس السنه مش موجود. شغلنا في الاوقات دي للاسف. اقول لها احنا شغلنا في الاوقات اللي الناس بتبقى فيها مع بعض. بس انا احاول اعوض ده بعد كده. اوقات ثانيه. بس طارق هتغني لنا ايه لمطرب شعبي انت بتحبه قوي؟ مين احبه قوي؟ طبعا بحب الناس كلها. مين طارق؟ مين نغني كل طبعا عدويه. قول له على كل ترى لما تشوفه، قول له ترى، قول له على كله لما تشوفه، قول هو فاكرنا ايه مش نالينا عينيه، هو فاكرنا ايه مش مالينا عينيه، روح قول له حصل ايه، كله على كله على كل ترى بره، واللي بره مين؟ ده احنا معلمين، لو الباب خبط يعرف بره مين، لو الباب خبط نعرف بره مين، ونعرف بره مين ايه، هو فاكرنا ايه مش فاكرين عينيه، هو فاكرنا ايه مش فاكرين عينيه، روح قول له حصل ايه، قول له على كل. الله. طارق يعني اكيد في فتره اللي ما فيش فيها الالبومز كتير بيكون في دايما حفلات لايف كتير. تمام. ايه اكتر اغنيه بتطلب منك في الحفلات؟
تسمعها منك؟ أغنيها دلوقتي؟ عيني. أغنية ريانا؟ يعني بيطلب حاجات كتير، آخر العنقود دي الجديدة، بيطلب فراولة، بيطلب أنا طارق ياء، قشطة طبعاً، راح وجه. طب إيه رأيك في راح وجه؟ مطلوبة من الجماهير دلوقتي. دي راح طارق مدكور كمان، عارفة؟ طب حلو. مش نايم. كور دلوقتي بيختبرني. أيوه. أخدنا إيه من ندمه ولا 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 حنيته، وجوده زي عدمه بقى زي قلته، تاه وراح وجه ترى وجه وراح، يا عيني مكسور الجناح، وهو راح وجه كتير وجه وراح، راجع لي مليان بالجراح. يا وقعته اخدنا ايه من ندمه، ولا 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 حنيته، ده وجوده زي عدمه بقى زي قلته. طارق، ايه اغرب موقف اتحطيت فيه؟ اغرب موقف اتحطيت فيه وانت بتصور، يعني وانت بتصور او انت في حفله لايف مثلا، اغرب موقف كده؟ لا، هو في مواقف لطيفه كتير. لطيف يعني؟ لطيف. طيب. يعني احنا النهارده انا كنت انا غنيت في فرح قبل كده غلط مثلا، عريس وعروسه اتخانقوا، ده لطيف برضه. ازاي؟ كانوا والله فرح غلط. ازاي دي؟ كنت في احد الفنادق في القاهره يعني، وجاي من الدار قوات مسلحه، ومتاخرين نص ساعه تاخير، والطريق والدنيا وبتاع. فالفندق ده فيه قاعتين، في قاعه في وش الباب وفي قاعه جوه كده. اوكي انت متاخر فدخلت اللي في وش الباب على طول. مش انا اللي دخلت، مش دعوه. الفرقه والتكنشه والعده دخلوا على المتاخرين يا استاذ، تك راحوا داخلين في الوش، وحطوا الفرقه طلعت واشتغلوا. اشتغلوا يعني الناس اللي في القاعه مثلا مش شايفين ان مش ده المطرب اللي مبسوطين. مبسوطين. ما كانوش جايبين مطرب ولا ايه؟ مش عارفين. يمكن حد جايبه كادو. طب ما انت كده معاك حفلتك بقى فات اللي هو. دي كانت مشكله كبيره. طبعا. انت عملت ايه؟ شوفي بقى كميه الجبروت، انت جاي ومتاخر وبتغني في الفرح اللي جنبنا. اللي جنبينا. ده انت يعني بقى. طب اتصرفت ازاي في موقف زي كده؟ لا، ما هو انت الفرح الاولاني دوت كان في حاجه، عارفه اللي هو ايه، تحس ان في بانتو مايم، اللي احنا الاثنين مش فاهمين بعض. احنا مين؟ احنا مبسوطين بيك قوي، وانا عايز اقول لهم انتوا عاملين كده ليه؟ ما انتوا جايبيني. ايوه يبقى جميل يعني. فدخلت اشتغلت، وكل واحد يقول لي ايه، طنط مونا اللي هي عمو جمال. وعمو جمال عمو جمال. في ايمان، دول كله فاهم ان دول اللي جايبني كده، جايب عمو اللي جايب. طب المهم لما خلصت بقى. ما خلصتش، ما لحقتش اخلص. يا مدير عمال يقول لي ايه، انزل. ايوه. فانت حاسس انك لسه. لا مش الدرجه دي. احنا بسرعه بس مش الدرجه دي. بعد ربع ساعه الاستاج اقول له اهدى. مش انا مش فاهمه بقى. ايوه. المهم فهمت امتى بقى، لقطت امتى ان في مشكله؟ لما شفت راجل تاني معاه بيتكلم كده. قلت له في ايه؟ قال لي مش ده الفرح. اصلا قلت له مش ده الفرح، يعني ايه مش ده الفرح؟ ما هو فرح اهو. اهو فرح. مش دي القاعه اللي احنا فيها. قلت له يا رب. طب نقلته بقى خلاص وصلحته الموقف. بس الراجل يعني لولا صاحب الفرح الاولاني راح قال له ان فعلا طريق دخل غلط يعني. بس احنا قلت له هو نصيبهم ان انا اغني لهم في الفرح. شفت؟ سبحان الله. ده الموضوع بالنسبه لي. ده نصيب الناس دول ان انا اغني لهم. لكن والله قلت انت جاي فرح تاني. ايوه. يعني واخد اوردرين في نفس الوقت. قلت له والله أبدا. المهم نقلت وتداركت الموقف. هو ده يعني دخلت متاخر شويه في الحفله اللي هي المفروض تكون فيها. بس دي من المواقف اللي في حياتي اللي لا تنسى. طبعا. طارق، اغاني المهرجانات من اول ما ظهر اوكا اورتيجا طبعًا. يعني لقينا نافوره من موضه اسمها اغاني المهرجانات. طبعًا. ومش عايزين ننكر بصراحه انه في الاماكن بتاعت السهر كتير قوي كله شغال. بتشغل الاغاني دي. انت رايك فيها ايه؟ يعني في بعض من العاملين بالفن او الملحنين الكبار يعني بيشوفوا ان دي حاجه سيئه جدا، وان كده ده فن هابط. بتشوف ايه؟ بتشوفه ازاي؟ انا بشوف ان هو اي فن فيه فن هابط وفن كويس. سمحنا الغنى في اغاني هابطه. اي حاجه تتلفظ بالفاظ خارجه
تجرح الاذان يعني، دي تعتبر حاجه هابطه وحاجه ملهاش لازمه. لكن الاغاني المهرجانات فيها حاجات لطيفه وحلوه. بصي الفن ده ملوش اهليه يعني، مفيش حد له حكم على حد، لازم يكون في تنوع، في تنوع لازم، واكيد في الحلو وفي الوحش، والناس هي اللي تختار. انت حاجه وحشه تسمعها يعني طارق ممكن يلجا للبيت؟ لا ما لجاش، الجا ليه؟ يعني انت ما تعملش، ما تاخدش البيت او المزيكا بتاعه توزيع المهرجانات؟ ممكن، لا لا ممكن ناخد كمزيكا. كمزيكا لا لا، الكلام بقى حاجه ثانيه، الكلام او الغنى ما اقدرش اغني على التيون دوت. اوكي، الاوتو تيونينج اللي هو المستمر، المستمر ده يفزع لي صوتي. لكن هم بيلجأوا للحاجات دي، هم بره بيعملوا كده اهوت. ايوه انت بتاخدي بقى اسوأ ما في بره يعني. انا نفسي في مهرجانات يطوروا بس. أيوة يعني يبقى في جمله لحنيه تانية. أيوة. ما يبقاش جملتين ثلاثه هم الحياه، هم البيزك. هم الناس كمان، وده انا تشبعت، الناس اللي بالليل بتبقى سهرانه وعايز يسمع الحاجات دي كلها ولا سمع حد. ايوه صح، هو عاجبه البيت. صح طب ايه صح. طيب خلاص. طب على نفس البيت او مود الزحمه والناس مع بعض وخلاص. انا موافق صحيح. انا موافق وده شيء يحترم، بس طب انتوا اللي بتعملوا الاغاني ديت لا، جمله لحنيه جديده يعني نوعوا بس، نوع لي يعني. أيوة ما تضايقنيش، ما يبقاش بقالي 7 8 سنين او داخل في 10 سنين كمان بسمع الجمله هي اللي هو القرار والجواب والقرار والجواب. طيب احنا بقى في ختام الفقره معاك، وطبعا احنا نفسنا كنا نقعد معاك اكتر من كده. خليك يا مرسي يا سمر. ايه الاغنيه اللي تحب تختم بيها؟ حاجه سلطنه كده بقى طارق يعني. بهية وعيون بهية، كل الحكاية عيون بهية، بهية وعيون بهية، كل الحكاية عيون بهية، ويا بهية خبريني مالهم بيك اللايمين ترر، ده عيونك يا صبية بالحب مليانين، كل مجاريح الهوى بيقولوا هي بهية، وكل عشاق الهوى ظالمين بهية بهية، ولا حد عدى ولا مرة هدى وشاف عينيها إلا وقالوا عن بهية، صرموا البنية قالوا عن بهية، واللي في عينيها ملقاش موت ظلم الصبية، وراح وقال قالوا عن بهية، ما تردوا عليا قالوا عن بهية. نورتنا وشرفتنا، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد ربيع جميل عليكم ان شاء الله وعلى كل المصريين وكل العرب. بتمنى لكم ان شاء الله توفيق دائم ان شاء ربنا، وكل الناس تبقى سعيده وشوف سيف جميل ان شاء الله. ووعد منك اول ما يجهز البومك الجديد تشرفنا هنا بقى ونغني الاغاني الجديده مع بعض. تشرف معانا، ربنا يخليك. ميرسي جدا يا سمر، كل سنه وانت طيب. صحه وسلام عليكم. مشاهدينا احنا بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، ويومنا لسه بيبتدي، وكل سنه وانتم طيبين، ومصر كلها بالف خير، وصباح الخير عليك يا سمر. صباح الخير عليك يا مها، وكل سنه وكل الشعب المصري دايما بخير وسعاده، وان شاء الله نشوفكم بكره في نفس الميعاد. وصباح الورد. فراولة 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 فراولة.